النعم الخاصة ما أشار إليه أطلع من النعم العامة التي يشترك فيها جميع الناس، ما أشار إليه الرسول صلاة الله وسلامه عليه في الحديث الصحيح حين قال عليه الصلاة والسلام: في الإنسان 360 سلاما، في الإنسان 360 سلاما، والسلاما المفصل في أي مكان من الجسد، الأصابع، الكف مع الذراع، الذراع مع العضد، العضد مع الكتف، والرقبة وما فيها من مفاصل لا يعلمها الطب اليوم مع ما وصل إليه من الرقي. يقول الرسول عليه السلام: في الإنسان 360 سلاما مفصلا، وعلى كل سلاما في كل يوم صدقة. شاهد هنا، على كل سلاما في كل يوم صدقة، أي شكرا لله عز وجل أنه لم يخلق هذا الإنسان قطعة كهذه السارية، لو كان كذلك ما عاش ولا كان بشرا سويا، فخلقه الله عز وجل في أحسن تقويم كما قال في القرآن الكريم. قال: وعلى كل سلامة في كل يوم صدقة. قالوا: يا رسول الله، ومن يستطيع ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام: في كل تسبيحة صدقة، وفي كل تحميدة صدقة، وفي كل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق الصدقة، وهكذا. عدد عليه الصلاة والسلام كثيرا من الخصال ومن الأخلاق الفاضلة الكريمة، ثم قال عليه الصلاة والسلام في ختام ذلك: ويجمع لك ذلك كله ركعتا الضحى، ويجمع لك ذلك كله ركعتا الضحى. أي في هذا الحديث من جهة يلفت الرسول عليه الصلاة والسلام أنظارنا إلى أن هذه النعم التي منها هذه مفاصل فقط، دعكم عن النعم الأخرى، هذه المفاصل التي يشترك فيها جميع المخلوقات البشر وغيرهم، لكن البشر هو المكلف. لفت الرسول عليه السلام نظرنا إلى أن هذه النعم في هذه المفاصل يجب أن يشكر الله عز وجل، أن يشكر الله عز وجل على ذلك، وذلك بأن يتصدق كل مسلم عن كل مفصل في كل يوم صدقة، أن يتصدق في كل يوم 360 صدقة. هال الصحابة ذلك، وفعلا أنه شيء مهول، من الذي يستطيع أن يتصدق في كل يوم 360 صدقة؟ فمن جهة أخرى يسر الرسول صلوات الله وسلامه عليه لهم الطريق بطريقين، أحدهما مفصل والآخر موجز ومختصر جدا. الأول، وهذا هو الذي ينبغي على كل مسلم أن يهتم به، وذلك أن يعود نفسه على الخصال الخير وعلى عمل الخير، على التسبيح والتكبير وإعانة الأخ المسلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك مما هو مبسط في هذا الكتاب خاصة. فالعمل بهذه التكاليف الشرعية إذا كان ذلك من دأب الإنسان وديدنه، فهو سيقوم إن شاء الله بواجب شكر الله عز وجل على هذه السلامة، أي سيقوم في كل يوم 360 صدقة. ولكن ليس كل الناس يستطيعون أن يحققوا هذا الأمر على التفصيل المشار إليه، ولذلك فقد لفت الرسول الكريم صلاة الله وسلامه عليه أنظار عامة الناس الذين قد يعتذرون بأنهم لا يستطيعون أن يقوموا بواجب الشكر التفصيلي. قال: ويجزي عن ذلك ركعتا الضحى. فهل منكم من عاجز عن أن يصلي في كل يوم ركعتين الضحى؟ ليس هناك من عاجز
ولا أن يصلي قاعدا، لأن الصلاة التطوع كما تعلمون يجوز أداؤها من القادر جالسا، ولكن ثوابها على النصف من صلاة القائم. فإذا ينبغي أن نحرص على أن نمرن أنفسنا قبل كل شيء بطاعة الله عز وجل فيما شرع لنا، ليس في الواجبات فقط بل وفي المستحبات المندوبات كالتسبيح والتكبير ونحو ذلك. فإذا لم يتيسر لكل إنسان ذلك فأمامه أن يصلي ركعتي الضحى، فذلك يغنيه أو كأنه قام بثلاثمائة وستين صدقة. ولكن أين شكر النعم الأخرى؟ هذه التفاصيل وهذا الإيجاز بركعتي الضحى ذلك صدق عن هذه المفاصل فقط، لكن الطعام والشراب والماء البارد والملبس والمسكن ونحو ذلك مما كما قال تعالى وليس بعد كلام الله كلام إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذه النعم كيف يمكننا أن نقوم بشكرها؟ ذلك أن نبالغ دائما في طاعة الله عز وجل، كل أنواع الطاعة التي نتمكن بها وكل بحسب استطاعته. هذا هو المقصود تقريبا من مخاطبة الله عز وجل لعباده يوم القيامة: ألم أصح جسمك؟ ألم أريك من الماء البارد؟ أي نعم فعلت يا ربي ذلك، فهل قمت أنت عبدي بشكري على ذلك؟ هنا بقى من يستطيع أن يقول نعم ومن يصمت ولا يستطيع أن يثني على الله عز وجل لأنه يعلم السر وأخفى. أعود إلى هذا الحديث مرة أخرى لعل بعضكم يحفظه جيدا. قال عليه الصلاة والسلام: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة أن يقال له ألم أصح جسمك وأريك من الماء البارد. رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح الإسناد. الحديث الذي بعده من الأحاديث الضعيفة جدا ولذلك نتنكبه، وإنما أقول هذا لعل هناك أحدا قد أتى بنسخة الترغيب فيشير هناك بأن هذا الحديث ضعيف.